شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام في فعالية النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام 2024 الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان الإعلام في عالم يتشكل بحضور أكثر من 2000 إعلامي ومتخصص وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 من فبراير الجاري. وخلال مشاركة سعادة وزير الإعلام في جلسة بعنوان الإعلام العربي في مواجهة التحولات رؤى وزارية لمعالم مستقبلية، أكد سعادته أن الدعم الذي يلقاه قطاع الإعلام في مملكة البحرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يحملنا مسؤولية كبيرة لمضاعفة وتيرة الإنجاز والتطوير في هذا القطاع الحيوي الذي ينهض بمهمة التوعية والتثقيف وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية. وشدد سعادة وزير الإعلام على أن المنتدى السعودي للإعلام بدوراته المتتالية يعد أحد أبرز الأحداث الإعلامية في المنطقة بما يشتمل عليه من فعاليات وأنشطة متنوعة وما يوفره من فرصة لتبادل الآراء والخبرات في كل ما يرتقي بالعمل الإعلامي الخليجي والعربي، لا سيما وأن المنتدى يستقطب سنويا نخبة من المسؤولين وصناع القرار والكوادر الإعلامية. ودي أشكر حقيقة معالي الأخ أستاذ سلمان الدوسري على دعوتنا وبارك له وهني له هذا التطور الكبير اللي نشوفه في قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية ومختلف القطاعات الحقيقة في ظل العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين والرؤية اللي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد. حقيقة كل ما أجي الرياض أنبهر الحقيقة بالإنجازات اللي أشوفها، والأكثر البريق اللي أشوفه في عيون الشباب من الشغف للتحدي للمستقبل، وهذا يربطنا أيضا بمحور حديثنا اليوم. احنا عودونا قادتنا الحمد لله سواء كان في كل دول الخليج، وهذه طبعا ما نشهدها أيضا في المملكة العربية السعودية، وأنا خص بالذكر مملكة البحرين الحقيقة أن احنا دائما نتطلع للمستقبل بشغف. الجوهر هو الإنجاز نفسه، هذا اللي الحمد لله احنا اللي نتميز به في دولنا يعني في دول الخليج العربي. وأنا يعني على سبيل المثال أقول دائما في لغة تخاطب فيها المجتمع الداخلي في لغة تخاطب فيها المجتمع الخارجي، ولكن الجوهر يبقى واحد وهو الإنجاز الحضاري. ولازم نؤمن أعتقد وهذا ينعكس على لغة الخطاب أن هذه المنطقة قادرة على تحقيق المنجزات الحضارية الكبرى، قادرة على التخطيط للمستقبل و الوصول إلى المستهدفات اللي تضعها. على سبيل المثال اليوم نتكلم عن التجربة في مملكة البحرين، في 2001 سيد جلالة الملك يقر ميثاق العمل الوطني بعد التصويت عليه وتنطلق المسيرة التنموية الشاملة، في 2002 مجلس التنمية الاقتصادية يؤسس، في 2008 تنطلق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. اليوم نرى ثمار ذلك، الاقتصاد البحريني تضاعف 4 مرات 0.6، وتيرة النمو 8% كنمو يعني على السنوات كومباوند جروث، جميع قطاعات التنمية مشاركة في هذا النمو، و الأهم هو أن كان القطاع غير النفطي هو اللي يقود هذا النمو. هذا الأمر في وقت وضع الرؤية وفي وقت وضع مجلس التنمية الاقتصادية على سبيل المثال في البحرين كان يعتبر أمر شبه مستحيل أن نوصل إلى النسبة اللي وصلنا لها اليوم اللي هي 17% من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على القطاع النفطي والباقي يعتمد على يعني القطاع غير النفطي. هذه في نظرة كانت يعني من الإعلام الدولي أن أنتوا رينتير ستيتس تبقون طول عمركم تعتمدون على الأويل. الحمد لله إحنا لحين ما وصلنا 2030 وقدرنا أن إحنا نحقق كل هذه الإنجازات. البارحة في مجلس الوزراء أخبرنا سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه سيدي جلالة الملك بالاستعداد لإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2050. هذه الحقيقة يصب في نفس المصب اللي
تصب فيه الرؤى الموجودة في المنطقة، ويمكن معرض مستقبل الإعلام اللي شفناه افتتاحه المبهر البارحة، وهذا المنتدى الناجح. كلنا الحمد لله نسير على خط واحد، وهذه المنطقة تحمل في مكنوناتها الكثير، وإطلاق إمكاناتها ينبئ بانطلاقة كبرى بإذن الله لهذه المنطقة أن تقود التنمية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم.